الأنف والأذن والحنجرة عدوى كتسبب المجاري التنفسية وكتسبب في ضيق التنفس والسعال. إذا كان الأذن كتدوز وفيها ريحة خاص دغيا التشخيص لأنه يقدر تكون زوتيت دونجوروز. ما هي أبرز أعراض وأسباب التهابات الأنف والأذن والحنجرة؟ وما هي طرق العلاج والوقاية منها؟ إذا تعاودوا خصوص العام 3-4-5 خطرات يشكلوا واحد الخطر. صحتنا جميع الأحد زوالا على دوزام.